ما يزال قطاع الاستثمار بحاجة إلى دفع قوي للنهوض من خلال تذليل كافة العراقل وحل المشاكل العالقة لتوفير المناخ الملائم للمستثمرين الذين أدت النقائص المسجلة إلى توقف مشاريعهم وعرقلة سير نشاطهم. هو في الواقع اليوم أجواء الأعمال يعني هي غير ملائمة في الواقع، يعني بصفة يعني كنا تكلمنا على الاستثمارات المتوسطة ولا الكبيرة ولا الاستثمارات المصغرة للشباب، يعني بصفة عامة نلاحظوا باللي جو العمل الاقتصادي غير ملائم، طابع البيروقراطي للتسيير الاقتصاد هو العائق الأولي. غياب التنسيق والتفكير الجامع لكل القطاعات والفاعلين بهدف وضع استراتيجية محكمة للدفع بعجلة الاستثمار من أهم العراقيل التي وقفت في وجه تطوير الاستثمار، زادها سوءا الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية والغابية التي لا تتماشى والاستثمار في النشاطات الاقتصادية المنتجة. لأنه لأي عملية اقتصادية استثمارية نرجع إلى نظام التصاريح وإلى تدخل الإدارة، حتى الشاب عنده مشروع لازم يتكلم مع الإدارة ونبقى نسنو في مواقف إدارية، ومن جهة ثانية ميكانيزمات الدعم عندها طابع إداري كبير بحيث أن أحسن المشاريع المبدعة ولا المشاريع اللي عندها يعني قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد يعني ما تنجحش، لأنه ما هوش هو هذا هو منطلق العمل الإداري. بات من الضروري تضافر الجهود لحل المشاكل والوصول إلى وضع مخطط توجيهي للاستثمار مبني على دراسة علمية دقيقة لرفع التحديات وتطوير الاستثمار وخلق الثروة.